السلام عليكم، كي دايرين اخوتي؟ بخير، صافا مزيان هانين. تحياتي لكم وتحياتي لكاع الموالي. المهم اخوتي، اليوم فيديو جديد غادي نوريكم القفز فين وصلنا فيه ونولعكم في الحميمات. ومرحبا بكم اخوتي، وما تنساوش اخوتي اللي دخل يدير جيم وابوني وبارطاجي مع الدراري صحابو، ما غادي تخسر والو اخويا. ومرحبا بكم اخوتي كاملين. كما كتشوفوا معنا اخوتي، غادي نولعكم في هذا الدكاير ديال الخنيسي. هو الاول، راه مازال ما حرجناه، باقي جديد، اول مره ان شاء الله غادي تشوفوه. وهاد الانثى اخوتي راه ما عرفتش معنا، مسكينه مرضت ليا ودرت ليها فلاجين، وكنتمنوا من الله تشافى ويكون خير ان شاء الله. اللهم بارك. كاير ديال الخنيسة اخوتي، وانت ديالو عرفت فينا هي، ها هي كيف ما كتشوفوا. اللهم بارك. صدق انت هو تبارك الله في المستوى، مفرج انيس ما شاء الله عليها. ذكر السيفيانو حتى هو غادي نولعكم فيه، غادي نطلقوا ليه الانثى ديالو اخوتي. الفريخ ديالنا ديال الفوياجور راه كبر تبارك الله. هذا هو الفريخ الثاني، خرج بحال خوه الاول، نفس اللون نفس كل شيء. اللهم بارك لينا فيه اخوتي. الفريخات راه تبارك الله اخوتي، راهم غادي مزيان، اللهم يسر فيهم. كيف ما كتشوفوا هذا هو القفيز اخوتي اللي كنقاد فيه، راه كاع الارضيات ديالو قديتهم ليه، انا غادي نوري لكم من بعيد. اللهم بارك، راه طلع زوين. ومازال ان شاء الله غادي نقاد لي البيبان تاهما ان شاء الله في المستوى. راه يلاه مشيت قطعت العود وجبتو باش نقادو ان شاء الله في هاد الايام. ومرحبا بكم اخوتي. وهذا هو الدكاير ديال الخنيسي، اللهم بارك اخوتي، كله ابيض. غادي نديرو ان شاء الله لهاد المنتج ديال الخنيسي. هاد الدكاير هذا راه درنا ليه هاد الانثى هذا اخوتي، درنا ليه هاد الكحله هادي، اللهم بارك لينا فيها. جويجه ديال الخنيسه راه الفلاجه تبارك الله ما شاء الله عليهم. كير ديالنا ديال السيفيانوس، اللهم يسر فيه ان شاء الله. اول تبيضه غادي يبيضوا ليا ان شاء الله، راه كيجمعوا في العش. الجويجه ديالنا ديال الكناريو راه باقي متونموش، باقي الدكاير صغير واحد شويه، باقي كينقب النتوه بزاف، باقي ما عندوش داك الحنان ديال شي توالم، خاص واحد شويه الوقت. الدكاير ديالنا ازرق، اللهم بارك، كيف ما كتشوفوا راه غادي نهار على نهار ان شاء الله وكيتزاد، اللهم يسر لينا فيه. الجويجه ديال الخنيسه كيف ما كتشوفوا، الدكاير راه مازالش نبير اخوتي، كيف ما كتشوفوا راه مازال في البداله، مازال خاصو واحد شويه الوقت. غادي نولعكم في هاد الجويجه هادي. تا هو راه يلاه بدات كتبين اخوتي، اللهم بارك فيها، راه مازال خاصها، غير كنقيسوهم دروكا هي والدكار باش يتعلمو بجوج، منين بغاو نخدمو بيهم ان شاء الله نلقاوهم موجودين. كيف
كما كتشوفوا راه طرقها. اول مره كنشوفهم اخوتي كيطارقوا، حيت بقي الله درتهم غير شي ربع ايام بحال ما هكاك مع بعضياتهم. كما كتشوفوا الذكير ديال الخنيسه اللهم بارك فيها اخوتي، راه الذكير في المستوى. مازال غير صغير، مازال خاصو الوقت باش نبر ديالنا ديال الدريطان. هذه الانثى ان شاء الله اللي غادي نولوا معاه هي راه كبيره عليه في اللاج. مبغاوش يطيرو غير شوية، هذا منك تبغي نطلع اخوتي وهم يطيرو راه تبارك الله مزكوني انا بعدا، هما اللي فتحوا لي الشاية كاع، ما كنت باغي نصور كاع. انا في المستوى اللهم بارك فيها، انا مازال خاصها الوقت شوية. هذا هو الفريق ديال الصديق ديالنا الاخ فخر الدين، اللهم بارك ليه فيه، من عشاق الفوياجور حمام الزجال. اللهم يسر ليه فيهم ويسر لينا ويسر الجميع المسلمين اخوتي. حنا نبغيو الحمد لله الخير للجميع ماشي غير روسنا. كما كتشوفوا الفريق ديال الخنيسي اللهم بارك فيه اخوتي، هذا الذكير في المستوى، الذكير ديالنا ديال القطيطان. التيوا ديالنا غادي نوريكم اخيرا الكوب الكبيره ديالنا اللهم بارك فيها، رجمعناها مع عاوتاني نمشي بيضات. كاير مولف الوخر ديالو، ايوا راه تبارك الله اخوتي راه فين مستوى، راه بنت الذكر الازرق. دابا غادي نعطيو للحميمات ياكلوا اخوتي. المهم اخوتي ولعناكم في الحميمات، ومازال ان شاء الله غادي نوريكم القفيز فين وصل. وتحياتي لكم اخوتي وتحياتي لكاع الموالي، وفي امان الله والسلام عليكم.